الإخوان المشاهدين متتبعي قناة مناظر بلادي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوان المشاهدين، الناس اللي بغات تسافر معنا وتمنظر معنا هذا الصباح، إخوان المشاهدين، حنايا كنتواجدوا في مدينة البغاز، عروسة الشمال، مدينة طنجة. الإخوان، هاد الطريق هذه هي اللي كتجيكم الاتجاه ديال أصيلة والناس اللي جايين من العراج من الرباط. هذا هي المدخل ديال المدينة ديال طنجة. تحية لجميع متتبعينا الكرام، جميع متتبعي قناة مناظر بلادي داخل الوطن وخارج الوطن. تحية لجميع المشاهدين الكرام، الناس اللي كيحبونا ويسافروا معنا ويتمنظروا معنا، تحية للجميع. الإخوان، اليوم الإخوان 23 في شهر 12 2023. هاد الشهر هذا من الشهر أواخر السنة ديال 2023، ونحن إن شاء الله مقبلين على 2024. نتمناها تكون سنة سعيدة لجميع المسلمين وجميع متتبعي قناة مناظر بلادي بكل ما كيتمناو. ندخل عليكم إن شاء الله بالصحة والسلامة وكل ما كنتمناو طولة العمر إن شاء الله. اليوم الإخوة، الجو جميل في مدينة طنجة، جو رائع جدا، جو مشمس. مدينة نظيفة ومدينة نقية الإخوة، مدينة طنجة، اللهم بارك. نتمنى باش تكون بزاف ديال المدن يكونوا بحال المدينة ديال طنجة، مدينة صناعية ومدينة تجارية بامتياز، الحكم ديالها قريبة من أوروبا. إخوان، هاد الطريق هادي الناس اللي بغا يمشيو للمغارة ديال هرقل يمشيو من هنايا على اليسار، كاين هاد الطريق، وكاين كذلك الطريق الإخوان من دخلة ديال المطار. الناس اللي بغا يمشيو يكتشفوا ديك المغارة ديال هرقل، تحية للجميع. وما تنساوش تدعمونا باشتراك في القناة والضغط على الجرس باش ديما يوصلكم الجديد. ما تنساوش الإعجاب بالقناة، ما تنساوش مشاركة القناة فضلا وليس أمرا. تحية لكم جميعا. إخوان، هاد الدورة هادي الناس اللي بغاو يمشيو للمحطة الطرقية، كذلك سوق الجملة ديال الخضار وسوق الجملة كذلك ديال السمك، مع هاد المدار هذا، مع هاد الرومبا هادي، دورو على اليمن ديالهم ويكملوا الطريق المحطة الطرقية. والناس اللي بغا يمشيو في اتجاه ديال الملعب الكبير كذلك يدوروا على اليسار في هذا الرومبا اللي غتمشي للمحطة. كاين الطريق يدوروا على اليسار يطلعوا مع هذيك العقبة وعاود يدوروا على اليمين، هما غيمشيو للملعب الكبير لمدينة طنجة. هو اللي كتشوفوا معنا، راه هو كاين قبالتنا في الطريق، كاين ثاني طريق كتدخلكم ليه. هناك حادثة تسير ما بين سيارات الإسعاف وسيارة خفيفة، الناس ما كيعطيوش يد المساعدة سيارات الإسعاف ويعطوها حق الأسباقية. كما كتشوفوا معنا الاخوان، هذه القاعه اللي كاينه هنا حدا الملعب، والملعب هو هذا اللي كتشوفون فيها الاخوان، راه هو هذا هو الملعب الكبير لمدينه طنجه، ملعب جميل. هو هذا الملعب ديال طنجه.
الاخوان في هذا المدار هذا كاين الطريق اللي كتديكم حتى الناس اللي غيمشيو للمدينه وسط المدينه عبر الطريق هذه اللي جايه من حدا الملعب الكبير، كتخرجكم حتى في الطريق اللي كتهبطكم لسور المعاقيز او لسور المعقازين، وكذلك مستشفى محمد الخامس. وهذه الاخوان الطريق كتخرجكم حتى هي في وسط المدينه، والناس اللي غيمشيو للطريق الساحليه عبر القصر الصغير ويمشيو لميناء طنجة المتوسط، الميناء الكبير، وكذلك طريق الناس اللي كدير اللي غيمشيو لتطوان تما فين كانت ديك الرومبا ديال المحطه القديمه اللي كانت تما. تحيه للجميع، وخليكم مسافرين معنا وخليكم منظرين معنا بهذا الطريق الرئيسيه اللي كتوسط مدينه طنجه، مدينه البغاز، عروسه الشمال. طنجه يا طنجه، مدينة طنجة الإخوان كل شيء فيها نظيف، كل شيء فيها نقي، لا الناس اللي ساكنين ولا الأحياء ديالها ولا المناطق الخضراء، يعني الجردات ديالها، يعني مدينة جميلة. فيها واحد الحركة اقتصادية مهمة جدا، تتشغل واحد اليد العامله كثير الاخوان في هذه المدينه ديال طنجه. اللهم بارك اخوان. فوق من هذا الممر تحت الارضي هنا الناس اللي غيمشيو لبني مكاده، وكذلك اللي غيمشيو الرميلات يدوزو من الفوق، الرميلات على اليسار وبني مكاده على اليمين. الناس اللي غيكملوا الطريق غيمشيو معنا من هذا الممر اللي دايز من تحت. الشوارع ديالها نقية الاخوان، شوفوا ما تلقاوش شي الازبال ولا تلقاو شي حاجة على جانب الطريق. واحترام قانون السير، كتلقى الناس تيحترموا القانون ديال السير وكيحترموا ممرات الراجلين. هنا الاخوان حي النصر على اليمين وحي الحاج قدور على اليسار. كنشوفو معنا الإخوان الطريق ديال تطوان باقا قدامنا، ومستشفى محمد السادس كاين هنا على اليمين الإخوان، كاين هنا مستشفى محمد السادس على اليمين.
هي الناس اللي كتسافر معنا اخوان مستشفى محمد الخامس والبرانس، هما دوز من الفوق ودور على اليسار. مستشفى محمد الخامس والبرانس على اليسار، حنا غندوزو من تحت الاخوان. هنا الاخوان السائقين ملي توصلوا لهاد البلاصه هادي ردوا البال، هذا واحد المقطع ديال واحد المقطع خطير ديال الراجلين هنايا، ردوا البال مزيان الاخوان ما تيقطعوا الناس بواحد الكثافه هنايا في الطريق هادي. الاخوان يردوا البال بزاف من هذا المقطع هذا. نتمنوا باش يديروا لهم شي مقطع كاع من الفوق، يديروا لهم شي ممر، شي قنطرة من الفوق، باش مابقاوش يدوزو من تحت لأنه الطريق كبيرة. نتمناو السلامة لجميع مستعملي الطريق. ردوا البال الإخوان، كاينين رادارات ديال السرعة، رادارات ثابتة من الجيل الجديد. السرعة عندكم 60 سيرو ب60. اللهم بارك على عمارات كيفاش دايرين هنا في طنجة. الاخوان اللي بغا يمشيو كذلك من هنايا يخرجوا لتطوان وبلي ما كذا يدوزوا من الفوق، اللي بغا يطلع يختصر يطلع لوسط المدينة حتى هو يدور من الفوق ويقلب يدور على اليسار. الناس اللي غا يمشيو لتطوان على اليمين. باقي مرة أخرى الإخوان واحد الرومبا أخرى اللي غتخرجكم في طريق ديال تطوان الرئيسية اللي كاين حدا المحطة القديمة حدا مسجد السوريين، داك مسجد معروف تمايا مسجد السوريين. هذه واحد التكانة ديال القوات المساعدة هنا على اليسار ديالنا، الناس اللي بغا يعرفوها فين جات. الإخوة المشاهدين، احنا قربنا الدورة اللي كانت تخرجكم لتطوان والحي الإداري ميناء طنجة المتوسط. الناس اللي غيمشيو لتطوان يطلعوا من الفوق ويدوروا على اليمين الإخوان، الناس اللي بغاو يمشيو الاتجاه ديال الكورنيش يهبطوا من الطريق من التحت. كذلك الحي الإداري، الحي الإداري بحال دزتو من الفوق بحال دزتو من تحت، المهم على اليسار. المهم هادي كتخرجكم للميناء الترفيهي ديال المدينة طنجة، الكورنيش والميناء مرسى، وكذلك السوق ديال السمك اللي كاين هنا في المرسى.
الناس اللي بغا يمشيو للقصر الصغير يمشيو حتى يهبطوا الكورنيش ويدوروا على اليمين. ها هي الكورنيش وهنا الميناء الترفيهي ووسط المدينة. هي الناس ديال طنجة والناس ديال الشمال وناس المغرب عامة داخل الوطن وخارج الوطن. من هنا الإخوان الناس اللي بغا يطلعوا لوسط المدينة باتجاه ديال سور المعجزين أو سور المعاجيز على اليسار، الناس اللي غيهبطوا للمرسى والكورنيش والميناء الترفيهي يمشوا نيشان الإخوان. هنا غنتجهوا الاخوان في اتجاه ديال وسط المدينه، غنطلعوا على اليسار اخوان المشاهدين. نتمنى تكون هذه الجوله اللي درنا في هذا الطريق هذه نالت الاعجاب ديالكم. شكرا لكم جميعا، تحياتي لكم جميعا، والى فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.